علاش انا كنلعب من بعد؟ حيت في 2020 كلشي ولا عن بعد، التصافح عن بعد، التسوق عن بعد، التواصل عن بعد، ما كاينش بحال نمشي نلعب باسكيت وصافي، ولكن عن بعد تقرايا عن بعد. سطو العرب سطو الهوتبورد أصحاب عادي نو أنو ضاه واش ما كاين قرايه اليوم ولا الكسول؟ تقول لي جي الكسول ما تقول لي جي الكسول. ما نقول لكش الكسول حالي جينا مشاهد يا أبا. قرايه عن بعد. عن بعد؟ شنو عن بعد؟ شنو عن بعد؟ دابا كتقرا دابا؟ دابا كتقرا ياك؟ ايوا سيدي ارا شوفوا هاد القرايه ديالك. ارا شوفوا مش خط بالطابع. هادي هي قرايه يا هادي هي قرايه. شاروش خان استاذ كبير. كمبان كمبان مزيان كمبان صافي. هو هذاك صافي الكاميرا معوطه. انا كنت كنشوفكم هاي مشيتو كتشوف هاي كتارة صافي مزيان مزيان صافي. هيو كيف بالكم؟ مزيان صافي. يلا بسم الله على بركة الله. إذن وليداتي كلشي بريزون ما كاينش ابسون. اوكي اليوم عندنا درس في المعادلات. المعادلات يعني الدرس في الحساب ماتيماتيك. خصكم تركزوا شويش. كاين المعادله اللي صعيبه وكاين المعادله اللي سهله. الا ركزتوا كلشي عايشي عادي يمشي مزيان. ركزوا. شنو هذيك شفتها مخده مزوقه؟ مخده مزوقه هذيك؟ لا كانيش مربيين كانيش عندكم كانيش في الدار. رجعوا المعادلات خلي كانيش. ايوا وليداتي ركزوا معايا مزيان. شنو هذا الصداع كتسمعها؟ بس بس بس. شنو كوكوت؟ كطير غدا زايد انا زايد. شوف دابا خلي كوكوت وسمعوني مزيان. اليوم عندنا واحد المساله. المساله هي سهله ماشي صعيبه. خصكم تخرجوها لي. 15 استاذ مضروبين في 4 ساعات تعلم عن بعد مقسومين على 3 ساعات النعاس. الى ناضوا شحال من كاس داتاي يقدروا يشربوا؟ اذا وليداتي وصلنا لنهايه الحصه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا واحد شويه. الى اللقاء. عاصمة فرنسية بأربع حروف والحرف الأخير في قدر السين. السين هذه سهلة مرة. أربعة كوبنهاجن. كوبنهاجن كوبنهاجن عاصمة فرنسا. كوبنهاجن كتسهل على السين. تنعرف عاصمة فرنسا؟ باريس أسهل. كتسهل على السين. وشكون اللي بعيد؟ باريس ولا كوبنهاجن؟ كوبنهاجن بعيدة على طول. وأنا قاريخي عن بعد وكنكتب حاجة اللي بعيدة ونجينا شغلك أخاي. اللطيف على التي تابعة الخال. أجي علاش نقاوي جوج تقاويات قهوة وأتاي؟ وأتاي كنعوض بهم دجاج وقهوة عيطت مخلطة وكحلة حيت عارفك عاد تجلس قدامي تمرطني. السلام عليكم. وعليكم السلام. خاي ديالي معاك قناة بغيت نعرف وعندنا واحد السؤال. أول حاجة بغينا نعرف ونعرفوا شنو كتعمل هنايا. أنا خاوة ديالي كنتمنظر في المدينة عن بعد. أمانظر الخاوة.
كنتمنى دار عند بواد مزيان. بغينا نسقسيو واحد السؤال الا كان ممكن. هاني الخاوه سقسيني نفيدك شي انا نفيدك الخاوه هبطي يدك هيدا باش نهضروا مزيان انا وياك الخا. بغينا نعرفوا الراي ديالك في التعلم عن بعد القرايه عن بعد. شو انا خصك تركز معايا الخاوه ديالك فهمتي. انا بعدا كنشوفك مستريسي ما عرفتش شحال شوف الخاوه انا فهمت التستريسي ديالك عندك يزرك والله ما فهمتهاش التستريسي هضر معاك انا في ستريسي وفي السطريس وفي البيولوجيه والنيوبولوجيه والتكنولوجيه هاي ترى الخاوه انا كنفهمك الخاوه فهمتي كيفاش ما هضرت فهمتي كيفاش ولا فهمتي هذه القضيه ديال بعد اللي قلتيه خصك تركز معايا اخو خصك تكون ديري خينتي فهمتي ديري خينتي دابا هذه القضيه ديال 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 الدراسه عن بعد ياك خص تكون عندك بعد النظر بعد النظر الا ما كانش عندك بعد النظر راه ما كاين والو واللي بغيت نوصل لك اكثر ونحطك في الصوره بما انني انتيليجون خصك الخاوه تعرف بان هذه الدراسه عن بعد خصك غير تملى ديك اللعبه هذا رجع بعد عن الدراسه حيت حنا ملي كنا شحال هذه قدامين كنا كنقراو عن قرب وكان معدل 0.3 اما دابا عن بعد ترجع 3.0 هادشي اللي كاين الخاوه ديالي لان بنادم قاري ما تحرف لكش معاه فهمتيني بنادم قاري دوزنا ماتيماتيك الخاوه خاصني نقول لها خاوه كاين شي حاجه اخرى شكرا شكرا اخي شكرا شكرا تسمى تفلفل عندك في الميكرو الخاوه ايوا صاحبي تهضر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم شريف كنعملوا واحد الريبورتاج عندنا واحد قناه اسمها قناه الدرايم وبغينا نسقسيك واحد السؤال الا كان ممكن سبحان الله تينا ولد الخير شحال ديال الحجر سيبت جيتي في التايده الراس ديال التايده تينا ولد الخير شكرا شكرا ساقتي ساقتي شكرا بغينا نسقسيوك على الراي ديالك في التعلم عن بعد قرايه عن بعد عن بعد والله يجيبك على خير يا محمد الله يجيبك على خير وهذه مده وزمان اخي حنا كنقراو عرفتي المدرسه بعيده على الدار 14 كيلومتر وعرفتي يا اخي وشحال بعيده وشحال بعيده عاد تسقسي نتينا على بعد الثلج على طاهرنا وفين طلع فين طلع شوف هي مزيان يا محمد اسمع اش كنقول لك الثلج على طهرنا والشتا على طهرنا وكنمشيو في الغيص وكنت واش يقول لي بعد الله يرحم يماك وباباك قال لي مدرسه بعيده ولكن دابا زينا ما عرفتيش دابا متطلبات التعلم عن بعد شنو دابا شنو زعما المطالب عن بعد خص يكون عندك الايفون خص يكون عندك الايباد خص يكون عندك بي سي الايباد عرفتي شحال كيعمل الايباد الايباد ايباد الايباد شحال يقيب الايباد ايباد برو 2020 كيعمل 14000 درهم 14000 درهم اه خص يكون عندك الايباد ب 14000 درهم ضروري باش تسامل تسالو مع عن بعد 14 درهم زعما 14000 درهم شحال زعما مليون و400 مليون و400 هذه قرايه بعوديه هذه هادي ملاقمه هادي كتجي تطيح بعودية هادي حسن ما قروبي ايوا وشنو هي اخرى شنو هي اخر؟ خص يكون عندك الويفي كونيكسيون زعما الويفي الويفي الويفي؟ الويفي كونيكسيون زعما الانترنت خص يكون عندك الانترنت في الدار والبايباد مليون و400 اه والويفي كتخلص عليه في الشهر مزيان هاد القرايه البعودي كتقرا في الدار والاستاذ رافع يقول هو في الدار وتينا في الدار هو يكون عن بعد عن بعد هو في بعودي والويفي واللايباد اه وبعد مني يا محمد حسن لك بعد مني شكرا 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 بعد مني شكرا السلام عليكم اليوم اول فلوق مع نور الدين في الغابات مديونة نور الدين شنو غتكون الدراري اللي كتسمعوك لي فان ديالك هاو ار يو هاو ار يو جود حنا كنعدل لكم واحد الفيديو خليه مباشرة تاع علاقة مع الانجليز الخاوة الضحك مرة ما كيجيش الخاوة اكشن هاي السطو العرب سدو الهوتبوت اشحب عادي نوف